عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله تحت الطلب العديد من الاخوات اللي بغاو هذا الفيديو حول المستلزمات او اللوازم اللي تنخدم بها في المطبخ. قررت انني نشارك معكم بعض يعني اللوازم اللي خديتها وان شاء الله تكون افاده عامه هذا الفيديو. هنا غادي نحاول ان شاء الله كيف قلت لكم في التقديم غادي نهضروا على بعض المستلزمات اللي خديتها مؤخرا ولي يعني بزاف كانوا عليها طلبات الاخوات اللي كيسولوا على النوع ديال الشوكولا، يعني شنو اللي يمكن لينا نخدموا به اللي بغاوني الشوكولا، شنو اللي يمكن لينا نخدموا به اللي صابلي الى غير ذلك. انايا غادي نبارطاج معكم هاد النصائح هادي. غادي نبدا باول حاجه، غادي نبداو بهاد يعني هاد النكهات كيف ما كتلاحظوا. هادي عندي فرومبواز، عندي حامض هنايا، عندي كذاك الكراميل، ثم هذا غير مجرد ملمع ديال الحلويات. هاد الملمع هاد النكهات راه فيهم يعني فيهم اي نكهه بغيتو، كاين وازيت، كاين كراميل، كاين قهوه، كاين اي فاني، كاين مجموعه ديال الاشياء اللي النكهات اللي ممكن انكم اخواتي تاخذوهم هكا تشريوهم. البنات اللي يقولوا واش غادي يخسروا لينا ولا هذا، انا شخصيا تيبقى عندي مده 6 شهور ما تيوقع عليهم والو الا فتحتوهم، لانهم اصلا تيتباعوا مفتوحين، يعني هكا القراعي راه كتلقاوهم عند الناس اللي تيبيعوا لوازم الحلويات كيكونوا ديجا مفتوحين. انايا ملي كتاخذوا تقريبا هذا مثلا، هذا كتاخذوه ب5 دراهم، يعني هاد الصغيره هذه كتاخذوه ب5 دراهم. كاين ديال البرتقال، كاين مجموعه ديال النكهات اللي ممكن انكم اما في لي كيك او في لي صابلي او في مجموعه ديال الاشياء تدخلوهم. عندنا كذلك هذا مجرد هذا شويه كيخدموا به في لي صابلي او في الفينونسي، هذا كيكون بحال العقيق كنخدموا بزاف في الفينونسي. هذا عندي كذلك هذا الشكلاط ابيض وانما بلوغو ديال الحامض، ضروري الناس تلقاو بحال هاد المسائل هذه. هذا الشكلاط ديال ابيض هكا بحال شكل ديال لي شيبس هكا، ولكن هو بلوغو ديال الحامض. هذا بزاف تيخدم في لي صابلي، يعني اما كحشوه اولا كغلاصاج، هذا تيمشي بحال هكا. عندي كذلك هاد لي فيغين، هاد لي فيغين هذا تيعجبوني خصوصا في لي بلاطو اما ديال المالحين اولا ديال الحلوين، كيكونوا اشكال متعدده ديال هاد لي فيغين هادو اللي ممكن ديروا فيهم اما ديك كريم ديسير اولا كديروا فيهم لي موس، يعني موس شوكولا ولا موس ديال لافوكا بالنسبه للمالح مع الطون اولا مع السومو فيمي ولا مجموعه ديال الاشياء. هادو حتى هما تيمشيو حتى هما نفس الشيء، يمكن لكم ديروا فيهم حتى هما. هادو بزاف تيخدموا في لي بلاطو اما مالحين اولا حلوين، تقدروا تعمرهم اي حاجه بغيتو. كيف ما قلت بزاف كيمشيو فيهم لي موس. عندي كذلك هنايا غادي نحاول نديكاجي هنا باش يبان لكم، عندي هاد لي كيسيت، هاد لي كيسيت حتى هما دابا هاد القوالب بالورقيه كيف ما كنسميوها ديال لي مادلين اولا ديال المافن. هادو حتى هما ديال البريوش اولا لي كيك صغار، حتى هما تيخدموا بحال هكا في الكيك الفردي اما مالح او حلو اولا كذلك في البريوش اما مالح او حلو، ممكن لكم تستغلوهم مجموعه ديال الاشياء. علاش هادو بزاف انا تيعجبوني، ملي تكون عندنا شي خرجه ولا دابا شويه بدا تيسخن الحال، بدا كيدفى الحال، تنبغيو هكا نديرو شي خرجات للربيع او الغابه او غير ذلك، تنبغيو نديو معنا بحال هاد المسائل. ممكن اخواتي كيف ما قلت لكم ديروا فيهم اما كيك او ديروا فيهم بريوش مالح او ديروا فيهم مجموعه ديال الاشياء. غادي نخليهم تما على جانب وغادي نجي دابا هادو لي مول ديال السيليكون. بزاف البنات اللي طلبوني على الفينونسي، ان شاء الله تنوعدكم انني غادي ننزلو فينونسي باشكال اللي كتكون مختلفه. هاد لي مول ديال السيليكون كيف ما كتلاحظوا راه فيهم انواع كثيره وكثيره بزاف، ها انتما كيف ما كتلاحظوا معايا، ان شاء الله نخدمو بهم. هاد لي مول تاع السيليكون تاع هما راه كيف كتخدمو بهم الحلو ولا في الحلويات، نفس الشيء ممكن اخواتي ديروا فيهم دي فينونسي مالحين او ديروا فيهم لي كاب كيك مالحين، سورتو الا كان عندكم شي بيفي مالح او لا بلاطو مالح. عندنا كذلك هادو يعني هادو ديال الشكلاط اللي تنلقاوهم تنزينو بهم الصابلي، ممكن كذلك تزينو بهم لي طارت كلاصي ديالكم، حتى هما تديرو فيهم الشكلاط وكتزينو بهم لي طارت كلاصي. هادو تيتباعو بشي 2 دراهم، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غاليه، هادو كلهم يعني راه المسائل هي بسيطه، هادي راه يمكن هادو درهم الوحده، هادو درهم ونص ولا ما نعرف، يعني هادو تقريبا كيبقاو حتى هما يعني هادو راه مجود طابل، يعني ما تنستعملوهم مره وحده تنرميهم.
عندي كذلك هذا المول ديال المعمول، هذا المول ديال المعمولة، هذا القالب ديال المعمول، الطابع ديال المعمول كنديروا فيه كذلك حتى الغريبة. دابا ولات غريبة هكا، الا كانت فوغي اولا كانت عادية ممكن اننا نديروها في واحد من هاد الطابع هذا ديال المعمول، يعني مابقاش غير في المعمول، ممكن نديروا به حويجات اخرى. شنو ثاني عندنا؟ غادي نجيو هنا في النقطة اللي هي اساسية ومهمة عند بزاف ديال البنات اللي تيسولوا عليها، الوغ البنات اللي تيسولوا على الشكلاط. انا عندي هنا كيف ما كتلاحظوا هاد الشكلاط نوع جيد، يعني ديما تنقول لكم الاسم، والاسم غادي نخليه لكم كذلك، المثل سولوني غادي نخلي لهم الاسم ماشي مشكل في التعليق. هذا فيه البيض وفيه الكحل، هو اللي كناخذ، هو اللي كنخدم به شخصيا سورتو في البراونيز اولا في لي كيك، يعني ما حيت ما كيكونش حلو بزاف. يعني هذا كنستعمل انا هذا لانه ما تيكونش حلو. هذا فيه هكا شيبس، فيه دي مغصو اللي كتلاحظوا معايا كنبينهم في لي فيديو ديالي، خصوصا ملي كنكون عامله واحد براونيز ولا واحد الكيك بالشوكولاط الى غير ذلك. هادو هو باش كنخدم، حتى كذلك بالنسبه للكلاصاج اولا الكاناش كنخدم بهذا. ملي تنبغيو شي حاجه اللي هي رخيصه صراحه الله ويعني وكتبقى لينا مزيانه وتتخدم بها، ممكن لكم ديروا بها هذا لي سامبلي لي كيك هكا كلاصاج لي كيك، المجموعه ديال الاشياء كتاخذوا باتا كلاصي اللي هي هذه، كتكون دايره 60 درهم الكيلو سواء بيضاء اولا كحله. هذه عندي انا بيضاء وهذه عندي كحله، وصراحه الله راهما كيتخاموا رخاص ومزيانين، يعني اقتصاديين، خصوصا البنات هكا اللي تيخدموا هكا لي صابلي ولا تيخدموا، هادو تيتخاموا رخاص وعمليا كثر صراحه الله. وماشي شي حاجه، يعني هذا دابا راه نص كيلو ب 30 درهم، هذا حتى هو راه نص كيلو ب 30 درهم، وتيبقى مده طويله. ممكن تزينوا به كيف ما قلت لي كيك، ممكن تزينوا به مجموعه ديال الاشياء. غادي ندوزو دابا للمول. عندي هذا المول ديال البسطيله، هذا المول هذا صراحه الله ممكن انا مونطيت فيه حتى السلط، يعني ممكن تمونطيو فيه السلط، ممكن تمونطو فيه البسطيله، غير واحد القضيه كاينين بزاف ديال الليمون اللي قبلنا كنلقاوهم ف عند الناس اللي تيبيعوا لوزين الحلويات، ها اللي ما عرفت كيدير على شكل حوته، ها اللي هذه. غير واحد الحاجه اللي عجبني فيه انه ما خرجش على التقليدي، كنعرفوا البسطيله كتكون مدوره، هذا حتى هو مدور، ملي تنقلبوا تلقاو يعني الشكل ديالو جميل جدا. ملي كان ان شاء الله غادي نصيب لكم فيه واحد البسطيله بالكنافه، شي حاجه اللي كتجي زوينه زوينه بزاف، وشي حاجه اللي هي مويه. كنعرفوا دابا الحال السخان غادي يجي عندنا الضياف الى غير ذلك، يعني شي حاجه اللي هي زوينه. انا قلت لكم ما بغيتش نخرج على داك الكاري ولا هذا، هذا مدور بقى في الشكل ديال البسطيله، يعني الشكل المخزني ديال البسطيله ديالنا. عندي كذلك هادو طبيعه الحال راكم عرفتوهم، هاد الليمون ديال البهله، غير دابا البهله اخواتي اللي عنده هاد الليمون ديال البهله راه ولات تخدموا فيه حتى ليمون طاختوليت صالي، ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نقدموهم. هذا يعني هذا غير هاد المول، هذا ماشي مول، كتوقع تمونطا فيه البسطيله بكل سهوله، بسطيله عاديه. ونبغي نوجه شكر لواحد الاخت سميتها بهيجه، هي اللي قالت لي ودي سيري لسوق الحد في اكادير راه تيبيعهم، وفعلا شريتهم من اكادير، كنحيي بهيجه. وهادو هاد الليمون هادو لقيتهم غير في يعني واحد المركز تجاري، هما ثلاثه، كاين الكبير فيه 28 يمكن، هذا فيه 26، وكاين ديال 24 سنتيم، حتى هما مزيانين سيرتو هما كيتفتحوا من الجناب بحال هكا، كيتفتحوا هكا من الجنب. كاينين هادو راهم و بروموسيون 85 درهم يمكن ولا 87 درهم، هما ثلاثه، هما ثلاثه دايرين 87 درهم. هادو هو هادو هما الحلقات ديالنا، هادي الحلقه ديالنا اليوم، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا شويه استفدتوا من هاد الحلقه، ولا كان اي استفسار او اي تساؤل ما تردوش انكم تخليه اسفل الفيديو. نبغي نقول لكم الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.